ورجعنا لكم وتاني فقراتنا اون سبوت. اون سبوت هي ضوء بيتحط على بعض النقاط اللي محتاجين نقف عندها. هنا داخل قناة النادي الأهلي نحن نتمتع بالحرية الكاملة في تقييم الأمور فنيا في إطار أنت لازم تعمله. الأخطاء الفنية وبرضو الإجادة الفنية ده شيء موجود في العالم كله، ودي طبيعة أي مباراة. مفيش مدرب في العالم مهما كان مين اسمه أو حجم بطولاته إلا وعنده بعض الأخطاء الفنية وبعض الأمور اللي بيجيد فيها. للحقيقة فايلر في المباراة دي أجاد في حاجات، وكان في بعض الأمور الفنية السلبية هنتكلم عليها بشكل عام. شفت المباراة الأول إزاي يا أسامة؟ أكيد طبعا شفت المباراة إن احنا كنا الأقرب للفوز، محاولاتنا على المرمى هي الأكثر. وهنا لازم بس نوضح نقطة في البداية، هي فكرة الفريق اللي بيلعب للفوز بتبقى مهمة المدير الفني لهذا الفريق أصعب بكتير جدا من مدير فني بيلعب لوصول النتيجة للتعادل. بالفعل دي قاعدة، فاهمني؟ أسهل حاجة في كرة القدم إنك توقف صفوفك وتدافع وتركن الأتوبيس أو حتى تلعب بطريقة مختلفة. حابين بس نقول إن في بعض الإيجابيات لازم نتكلم فيها وفي بعض السلبيات. الإيجابيات إن احنا شفنا فارس نادي الزمالك عنده محترفين بيجيدوا جدا إنهاء الهجمة. يعني لو شفنا مباراة الترجي كان فرجاني ساسي عنده بيقدر يعمل ثرو باس كويس، أشرف بن شرقي بيفنش كويس. فإنك أنت تلعب مباراة 90 دقيقة والامكانيات دي شفتها قدام بطل افريقيا، حتى لو كان سابق، حتى لو كان ساب لاعبين نجومه، لكن في النهايه كانت مباراه كبيره ومباراه صعبه، وقدر يلعب على رد الفعل والهجمه المرتده. انك تبقى 90 دقيقه تقريبا مش شايف محمد الشناوي في الملعب، ده اكيد نجاح للجهاز الفني ونجاح للاعبين اللي كانوا في الملعب، خاصه كمان وانت بتلعب خط دفاع متقدم جدا. يمكن تقريبا معظم الكادر اللي بينقل المباراه كان بيجيب رامي ربيعه وياسر ابراهيم على دايره المنتصف، ف كونك تعمل ده وتستحوذ على الكره. طبعا الاستحواذ ما هوش البطوله، وفي النهايه البطوله بتذهب للي بيحقق ان الفوز باي طريقه، لكن مش عاوزين فكره اننا نشوف كل حاجه سلبيه في المباراه. لا، انت صحيح. كنت بتلعب بشخصيه بطل، كنت قادر توقف مفاتيح لهبوهم تماما اللي كانت لسه من 4 أو 5 أيام جايبه لهم بطوله افريقيه. مفيش اي تهديد لمرمى محمد الشناوي تقريبا ما كانش موجود في المباراه، فكل دي ايجابيات. لكن السلبيات اللي طبعا لازم نقف عندها هي فكره ان انت مش قادر تنهي الهجمه، فكره ان انت توصل 16 مره عند المرمى وما زال عندنا فكره الفرصه ان 2 اون تارجت فقط لا غير. الزمالك في المباراه كلها في النهايه 2 اون تارجت. شوف انا بس قبل ما انقل لك الكلام، انا شايف ان لو رجعنا لاحصائيات مباراه الاهلي وحرس الحدود اللي لعبها طارق العشري الموسم ده مع النادي الاهلي، كانت محاولات النادي الاهلي امام مرمى حرس الحدود 18 محاوله. صحيح. ومحاولات حرس الحدود 4 محاولات. لو رحنا لمحاولات نادي الاهلي امام الزمالك في السوبر المصري هتلاقي 16 محاوله و6 للزمالك. يعني تقريبا المباراه كانت ماشيه في الشكل بتاع مباراه حرس الحدود. انت قدرت من تسديد لعمرو السوليه، انت قدرت من تسديد لعمرو السوليه تنهي المباراه. وقتها بعض النقاد الرياضيين قالوا على طارق العشري ما ينفعش تلعب الكره دي. صح. ولكن البعض بيهلل لما تحصل الامور دي، ودهاء وتفوق ولعب في حدود امكانياته. كويس جدا ان مصطلح لعب في حدود امكانياته ده بيظهر قدام اللي لعب في حدود امكانيات البطل والنادي. للامانه احمد كابتن حازم امام قالها امبارح، وحتى تحدث عن قوه النادي الاهلي بالمقارنه بالترجي نفسه. طيب احنا عايزين نتكلم بشكل مختلف شويه. طبعا اكيد انتوا اتفرجتوا على الاستوديوهات التحليليه وسمعتوا اغلب اللي اتقال فيها. عايزين نتكلم في حاجه مختلفه. فايلر، ايه الايجابيات وايه السلبيات في اطار عام بعيدا كمان على الاطار الرقمي؟ اي مدرب في العالم عنده 3 تاسكس اساسيه: التحضير لما قبل المباراه، بيعمل سكاوتنج على الفريق، بيتفرج كويس، بيشوف نقاط القوه نقاط الضعف اللي بيبدا يحط حاجتين من خلالها: التشكيل والاستراتيجي جوه الملعب. ده فايلر نجح فيه قد ايه؟ هنقف عنده. تاني حاجه، المدرب داخل المباراه، ادارته للمباراه نفسها، لان اوقات كتير يا احمد بعد ما انت حطيت الاستراتيجي دي وانت حضرت بشكل معين، وارد تتفاجئ في المباراه بظروف مختلفه زي ما حصل مع فايلر قبل كده في اصابه قلبين دفاع، وتعامل مع المباراه ازاي. تالت حاجه، التهيئه النفسيه للاعبين. لو اتكلمنا في اول حاجه وهي التحضير للمباراه، انا اكاد ازعم ان دي من افضل المباريات اللي فايلر حضر ليها. فايلر تعامل جيدا جدا مع كارتيرون كمدرب رد فعل. كارتيرون دايما في الفرق اللي بتكون عندها هجوم بيلعب على سياسة رد الفعل، ما بيوجدش حلول لفتح الثغرات في الأساس بقدر ما هو بيستنى الفريق المنافس بطريقة wait and see، ويستنى يبدأ يشوف الويك بوينت في الفريق المنافس ويبدأ يلعب عليها بشكل مباشر، وعمل كده مع الترجي.
فايلر كان عارف ان دايما تضرب الطريقه دي بان انت تحاول تسجل مبكرا ودايما يبقى التيمبو بتاعك عالي. التيمبو ده اللي هو ايقاع الفريق، شفنا في مباراه بيراميدز احمد واتكلمنا هنا وانت اتكلمت كمان معايا فكره ان الايقاع ما كانش سريع فما قدرتش تخترق التكتلات بتاعه بيراميدز. فايلر عمل ايه؟ لعب جيرالدو، وعشان كده جيرالدو كان موجود فليفت وينجر، من اسرع اللاعبين، من اكتر اللاعبين اللي بيقدروا يعملوا يسرعوا التيمبو، ولعب محمد هاني، ودي اختيارات ما كانتش عشوائيه، وحسين الشحات عمل حاجه اللي هي هاو تو ستريتش ذا فيلد، ازاي توسع الملعب من خلال جناحين بيلعبوا على الاطراف وتفضي كمان للعمق، لان دي الطريقه اللي تضرب بيها التكتل. لو انتوا شفتوا فايلر في الدقيقه 3:48 ثانيه وانفعال نادرا ما يحدث من فايلر على الكره اللي اضاعها اجايه وجيرالدو ليه؟ هي دي اللي هتفتح المباراه بالظبط يا احمد. هو ده فايلر كان باني كل السيناريو بتاعه على ان انت بالتيمبو السريع اللي الزمالك ما يقدرش يتحمله في بدايه المباراه تبدا تخطف هدف في بدايه المباراه والزمالك يفتح فتسجل اكتر. حسن حظ كاترون وسوء توفيق الاهلي في انهاء الهجمه اللي وصلنا، لان انت دايما في قاعده بعد 60 دقيقه بيبدا الفريق اللي بيلعب هاي تيمبو التيمبو بتاعه يقع، ده طبيعي، مستحيل بدنيا ان انت تحافظ على التيمبو لاكتر من 60 دقيقه، ودي الحاجه اللي بدات تقع عند النادي الاهلي. وهنا نبدا نيجي لاداره المباراه يا احمد، وهي النقطه الثانيه بالظبط يا احمد، كان ممكن التدخل يكون قبل الدقيقه 70. احنا كده ماشيين على نسق واحد زي ما انتم شايفين، فكره تاخير التغييرات نسبيا، ده اللي حصل. انت كان في وقت مبكرا محتاج تدي تغييرات بدري، كهرباء نزوله حتى من بدايه الشوط الثاني، والفريق يحافظ على نفس التيمبو ونفس الاختراقات وفرص اعلى في التسجيل، وده اللي شفناه حصل لما كهرباء راح في المحاولات المباشره على المرمى، لان جناح غير جناح. جيرالدو فكرته ان هو بيروح لحد الخط ويعمل الكروس باس سواء ارضي او ايرلي كروس بشكل فيه سويرف. كهربا بيدخل للعمق وبيحاول يلعب على المرمى. خلينا اقف هنا نقطه، لان لا كان واضح من الشوط الاول تحديدا، دي اللقطه طبعا اللي انفعل فيها ريني فايلر، وفعلا بص يا فارس الدقيقه 4 مهم جدا ان احنا نشوفها بالظبط. الدقيقه 4 اول مره هو بيتكلم نفسه بالزبط. في ان دي اللي انا بلعب عشانها، هي اللقطه دي، هي اللحظه دي بالظبط. ده عماره طبعا متابع معانا، لكن الفكره كلها في فكره جيرالدو امبارح ما كانش بيلعب بالشكل الشوط الاول على الخط بشكل كبير جدا، لا كان كمان عنده تعليمات ان هو بيزيد كراس حربه تاني، شفناه في كوره اجاييه في الدقيقه 4، اجاييه قطع الكره ضغط على الوينج، المباراه اللي كانت تعليمات فايلر، وفي الدقيقه كمان 11 قدر يسجل هدف اللي كان فيه حسين الشحات متسلل مش مجدي قفشه، وهنا كان مجدي قفشه كان لازم ياخد هو القرار بانه يروح، لان كان هيروح مفيش خالص، ضربت خط الدار تماما افضل من انك ترجع للشحات، لكن طبعا القرار بيتاخد في اقل من الثانيه. وكمان في الدقيقه 18 راسيه لجيرالدو من على حدود الست ياردات، لكن تعامل معها بشكل مش ايجابي، اعتقد كان واضح جدا تعليمات ان جيرالدو يزيد داخل ال 18 ويسبق حازم امام بسرعاته ويلعب داخل ال 18، ولو محاوله من الثلاث محاولات المحققين دولت لجيرالدو سجل بس منها واحده كان كلام اختلف تماما عن رينيه فايلر. صحيح، وكان هيبقى حقق، وعشان كده انا بقول هي دي نسبيه كره القدم. زي ما كان في افكار ايجابيه وكان في بعض الافكار السلبيه، عايز اقف عند حاجه برضو، التغيير الثالث لمتولي. يعني انا هنا قبل كده اتكلمت مع احمد في فكره تغيير متولي في ام درمان، وكان في اختلاف ان ده تغيير انطباعه ان انت عايز تحافظ وتخرج بالمباراه لبر الامان وانت متفوق. كان في اختلاف وده طبيعي في كره القدم. المباراه دي الانطباع ممكن انت تكون شايف ان متولي هيسدد ركله جزاء جيده او ان انت محتاجه، ولكن ادى انطباع ان انت عندك قناعه حتى لو في الدقائق الاخيره ان انت مرتضي بالنتيجه، وقد يكون اللاعبين برضو شافوا ده في النهايه حسابات المدرب. بس دي 88 يعني هو واضح جدا ان هو داخل عشان يسدد ركله جزاء، يبقى ده غير انطباعي. دي 88 انا اعتقد ان فلسفتنا لاخر لحظه كنا بنبحث عن الهجوم، ضربات الجزاء دي النقطه الثالثه، ومع ذلك لحظه بس، ومع ذلك في الدقيقه 89 بيكرر نفس السيناريو مع جونيور اجاييف، نفس الكره، استلام لو كان استلامها بشكل ايجابي افضل من كده ولعب على المرمى كان نقدر نخلص المباراه. عندنا فرص كتير جدا ضاعت من المباراه ديت، لازم حل لفكره انك تنهي الهجمه بشكل صحيح، انك تلعب على المرمى بشكل صحيح، انك تسجل بشكل صحيح، دي محتاجه هدوء من اللاعبين. وربما بعد نزول كهربا اعتقد لا ما كانش كهربا يكون افضل، لان كهربا نزل مشغول بحاجات تانية كتير جدا غير فكره التركيز على المرمى. انت بتتكلم في اولا كهربا عمل إضافة فنية فيما يخص فكرة الجناح اللي بيلعب بشكل مباشر على المرمى. كهربا نفسيا وجمهور النادي الأهلي يا جماعة صريح، اللاعب نادي الأهلي
لازم بيكون تركيزه طول الوقت فنيا قبل اي حاجه تانية. ضربات الجزاء يا احمد، وهي النقطه من النقاط المهمه جدا، كان في حوار عليها بين المشجعين. انا حابب اتكلم في حاجه للامانه، في نوعين من انواع المدارس في التعامل مع ركلات الترجيح بالنسبه للمدربين. اكيد طبعا كل مدرب بيجهز لاعبين، بس في فريق لما بيشوف مين ستاندنج ومين قادر يلعب ضربات الجزاء وبيتحدث في فكره ان بيشوف اللاعبين مين عنده استعداد يسدد نفسه والاتزان. اكيد. وفي مدرب بيكون حاطط الاسماء في كل الاحوال. على فكره المتابع لعقليه فايلر، الموضوع مش صدفه. فايلر في مباراه بلاتينيوم في المؤتمر الصحفي تحدث يا احمد عن فكره ان هو ما بيرغمش لاعب معين بتسديد ركلات الجزاء، وان هو عنده لاعبين هم الافضل في التسديد، ولكن لو لاعب مش حابب يسدد ركله الجزاء بيستبعده منها لانه مقتنع ان اللاعب يكون مؤهل نفسيا. في مدرسه تانية بتقول لا، عايزين نقف عند لقطه المغرب التطواني. لقطه عماد متعب. جريدو في المباراه دي كان عماد متعب عليه ان هو يسدد الكره. عماد متعب كان مختلف مع طريق فكرة الترتيب، وكان شايف ان هو نفسيا داخل المباراة مش مهيأ لتسديد ركلة الجزاء. نتحدث فيها دي شأن آخر، ولكن بنتكلم في الفرق بين الطريقتين. دخل كابتن حسام غالي وأضاع الركلة. إذا إحنا أمام طريقتين. أنا لو بتسألني أنا بميل لفكرة إن اللاعبين اللي هيكونوا بيسددوا يكونوا مجهزين، ولكن في مدرسة تانية بتقول إن اللاعب لازم نفسيا يكون مهيأ لتسديد ركلة الجزاء، وده اللي فايلر عمله امبارح. كنت اتمنى ان بادجي ومحمد هاني ما يكونوش من المسددين، ولكن اللاعبين ارتقوا ان هم محتاجين يسددوا وان هم مؤهلين لده. في النهايه ركلات الترجيح هنقف عندها، لان في عامل كمان لا يمكن ان نغفله له علاقه بتقدم حارس نادي الزمالك. ولكن المباراه في مجملها فايلر حضر جيدا، ما نقدرش نبخسه حقه في التحضير للمباراه ومذاكرته للمباراه وقراءه عقل كارتيرون. في النهايه المباراه نتيجه مهما كان تحضيرك، وده اللي حصل بين يورجن كلوب ودييجو سيموني في النقاش الاخير في الفوز بتاع اتلتيكو مدريد على ليفربول. تحدث في تصريحات يورجن كلوب عن هو مش متاكد اذا كان دييجو سيميوني مركز في المباراه اصلا ولا لا، لان هو قال انا كنت شايفه طول الوقت مشغول بتحميس الجماهير. هي في النهاية النتيجة اللي الناس ردت بيها. هنتمنى إن في المرات القادمة التحضير يتوازى معاه توفيق النادي الأهلي والتركيز في بعض النقاط. وفي ناس ما ينفعش نبخسهم حقهم داخل المباراة. أنا عايز أقول إن التغيير دايما الناس بتحكم عليه بنتيجة التغيير، لكن مثلا أنت ضربت مثال بليفربول وأتلتيكو. أنت لأتلتيكو متقدم 1-0، يورجن كلوب خرج ساديو ماني وخرج محمد صلاح، وهم اخطر اتنين تقريبا لعيبه في افضل 4 لعيبه في العالم. لا، هو محتاج قال اسباب تغييرهم يا احمد ان كان متوقع ان هو لاعب ساديو ماني هيحصل على انذار لان اللعيبه بتستفزه، فهو في النهايه سبب فني وده اللي بيحصل. التغييرات اكيد مفتاحها مع المدرب، ده اكيد، ولكن احنا بنفكر معاكم لان اكيد الجمهور بيكون ليه تساؤلات. هو اكيد الجميع اتفق على نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان لازم في المباريات اللي زي دي تسال عن الهيستوري بتاع اللاعب، خاصه وليد سليمان واحمد فتحي. لاعبين خبرة، لاعبين لهم ثقل داخل الملعب، لاعبين بيعرفوا يتعاملوا، بيجيدوا في المباريات الكبيرة. عارفين طبعا وليد سليمان بيتألق جدا أمام نادي الزمالك وبيقدر يسجل، والجناح اللي بيقدر يخلص أمام المرمى. جيرالدو عمل مباراة كبيرة جدا، حاول قدر إمكانياته، لكن في النهاية الفينش بتاعه ما كانش مظبوط. لكن البعض قال إن وليد سليمان هو في التسخين حس بثقل في العضلة الخلفية، فده اللي ممكن أجل التغيير. لكن في النهاية المباراة انتهت بركلات الحظ الترجيحية، وده كان كلام روبرتو كارلوس. طبعا قال إن أتابع الكرة المصرية بشدة، ولكن المباراة انتهت بالحظ، وده ما ينفعش نغفله يعني. لكن في النهاية في شغل اتعمل وقادرين، واحنا فنيا أعلى، وإن شاء الله لنا مباريات قادمة نكمل على نفس المستوى الفني. ومستوى الفني النادي الأهلي مفيش قلق منه فقط لغير هو ده اللي بقوله، ما ينفعش نرجع لنقطة الصفر. يعني أكيد أي جمهور في العالم يا جماعة بيقيم، بينتقد سلبيات وإيجابيات، دي طبيعة الفنيات في العالم كله.